بسم الله الرحمن الرحيم الاخوه والاخوات احييكم عبر قناتكم الجديده الحياه التي ستكون باذن الله حيه بكم وانتم كذلك تدعمونها من خلال مواصله مواصلتكم معها عبر هذا البرنامج الفريد من نوعه والذي سيعالج الكثير من القضايا التي تهم الامه وتهم المجتمع سواء على المستوى الخاص او على المستوى العامه ذلك ان هذا البرنامج الذي انفردت به قناه الحياه سيكون اضافه ايجابيه لانشغالاتكم حيث ستستقبلكم وستستقبل رسائلكم القصيرة عبر الوسائط وستكون متفاعلة معكم إن شاء الله لنعالج تلك الحالات التي لا تزال مستعصية في هذا المجتمع الجزائري نعرف كثيرا أن المشاكل التي يعانيها المواطن ونعرف كذلك الكثير من المشاكل اليوميه التي تعترض سبيل المواطنين والمواطنات ونحن في المجلس الشعبي الوطني تلقينا عده رسائل وتلقينا عده شكاوى وقد بلغنا الى الجهات المعنيه ومنهم من حله المشكله سواء كانت خاصه او عامه وهذا البرنامج وهو برنامج تفاؤل الذي خصصته لكم قناة الحياة سيكون أيضا الشغل الشاغل الذي سيتكفل هذا البرنامج بكل ما تقترح تقترحونه أنتم سواء قلت المشاكل الخاصة أو المشاكل العامة نعرف كثيرا ان الشعب الجزائري له هموم، وهذه الهموم يلجا الى كثير من المسؤولين، والمسؤولين للاسف الشديد، على الرغم من ان مهمتهم هي ان هي ان يعالجوا مشاكل المواطنين والمواطنات، لكن للاسف الشديد الكثير ممن لا يفكرون في تلك المسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى وامام الامه والتاريخ لكي يكون خادما طبعا في حدود المستطاع ووفقا للدستور ووفقا كذلك للقانون نحن ان شاء الله من خلال هذا البرنامج الذي سيستمر وستستمرون معه انتم كي نناقش كل المشاكل التي تطرح عبر تطرح عبر الرسائل عبر الوسائط او كذلك عبر الفاكس او عبر الهاتف قد تتساءلون لماذا انكم اخترتم هذا البرنامج والذي هو فريد من نوعه ولم تقم به اي قناه سوى قناه الحياه التي ستبدا ان شاء الله وستكون وفية لمشاهديها ووفية للشعب الجزائري كي تكون اضافه من الاضافات الاعلاميه المتميزه لخدمه هذا الشعب ولخدمه البلاد. ايها الاخوه والاخوات فانا نائب عن ولايه العاصمه لكن اتلقى الكثير 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 من الرسائل ولدي مداومه امام البريد المركزي ولدينا ولدي مكتب في المجلس الشعبي الوطني قد تتساءلون لماذا هذا النائب يخدم الشعب فانا احس بتلك الإما بتلك الامانه بتلك الامانه التي وضعها في الشعب الجزائري ساعمل جاهدا من اجل ادائها على احسن وجه وفي ظروف حسنه من اجل ان نكون قد ادينا واجبنا تجاه من انتخبنا سواء الذين هم بالعاصمه ام هم عبر جميع التراب الوطني لان النائب وظيفته هي وظيفه وطنيه وليس ولائيا النائب لديه قدرات ان يبلغ الجهات الحكوميه من اجل التكفل بانشغالات المواطنين والمواطنات ساعود اليكم بعد الفاصل فابقوا معنا ان شاء الله مرحبا بكم مجددا الاخوه والاخوات آه آه هذا البرنامج آه برنامجكم عبر قناه الحياه التي قلت ستكون آه وفيه ومؤديه لمهامها الاعلاميه التي هي كما يسمونها في المجتمعات المتقدمه السلطه الرابعه هذه السلطة الرابعة يجب أن أن تكون لديها كذلك مهامها الأخلاقية والقانونية والاجتماعية والثقافية حيث ستساهم هذه القناة من خلال رسائلكم التي ستصلنا عبر القناة وسنعدكم إن شاء الله دون كلل أو ملل أن نقوم بواجب أن نقوم بواجبنا تجاهكم ليس كنواب أو كنائب فقط ولكن هذه الوسيلة الإعلامية التي سيكون لها الأثر الإيجابي سيكون لها الأثر الإيجابي في استقبال رسائلكم واستقبال مشاكلكم من أجل إرسالها إلى الجهات المعنية للنظر فيها وسنبقى نتابعها وتتابعها قناه الحياه حتى نجد الرد من قبل الجهات المعنيه سواء ايجابيا او سلبيا لكن نحن نعدكم اننا دائما معكم وسنبلغ كل شيء يصلنا من عندكم سواء خاص او عام اعتقد ايها الاخوه والاخوات ان هذه القناه التي ستبدا ان شاء الله بكم هي ستكون وفيه لمبادئها التي انطلقت من اجلها والتي ستحافظ على خطها آه لخدمه البلاد والعباد هذه الوسيله الاعلاميه التي فتحت ذراعيها للشعب الجزائري ولكل البشريه في الداخل والخارج من اجل من اجل ان تكون هذه القناه هي خادمه للمصلحه العامه، للمصلحه العامه وللمصلحه الخاصه كذلك ان كانت هناك حقوق فهي ستسعى هذه القناه ان شاء الله عبر, عبر 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 الطرق القانونيه والوسائل المتاحه لها وستكون ان شاء الله قناه فريده من نوعها ومتميزه في خدمه المجتمع الجزائري في خدمه الشرائح المجتمع الجزائري في خد اقول في خدمه الكل. عندما تصلنا نحن رسائلكم إن شاء الله سوف نبلغها وسنسهر على تبليغها وكذلك سنتابع حتى يأتي إلينا الرد، قد تتساءلون أه لماذا هذا العرض؟ أنا أقول لكم شيئاً واحد وهو نحن انا كنائب وقناه الحياه كقناه فضائيه سنتجند ان شاء الله لخدمه مجتمعنا ولخدمه بلادنا وذلك شرف لنا وشرف لكم وشرف لهذه القناه اشكركم ونلتقي بكم في البر في برامج لاحقه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله